زكريا وزكريا السلام عليكم مشاهدينا الكرام. مشاهدي شوف تي في مباشر، معكم منطقة ضرب عمار، واحد العمود كهربائي هذه شي اسبوع درنا لي واحد مباشر، انه كان شادو غير لحد واحد الخيط مدلي هنا في هذا المكان، وخفنا على المواطنين والساكنة. وجدنا وجهنا نداء لديك، داروا لنا خاطرنا وحيدوه، ولكن خدمة ديال الغش هما حيدوه، ولكن راه داروا واحد الخطورة كبيرة هي انكم حيدتوه من هنا. شوفوا شنو داير، ضربوا السلوكه بميكا. انتم مشاهدين الكرام، يعني حيدتوا هذا العمود اللي كان كيشكل خطورة انه يطيح على المارة او على السيارات، وضربتوه بهذا البلاستيك. علاش زعما؟ علاش الانسان ما يديرش خدمة متقونة وياخذ على رحمة الوالدين ويدير العمل ديالو بكل ثقة؟ كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام، هذا العمود كان هنا، كان شادو غير الخيط ديالو كحل، يعني ديك الخيط غادي يرشا بالشمس وبالشتا غادي يطيح. حيدوه وضرقوا البلاصة ديالو بميكا. على زعما مشاهدينا الكرام، شكرا على المشاهدة. إلى هنا ينتهي البث، وإلى اللقاء في مباشر آخر هذه الليلة.